وزي ما شفنا اتكلمنا او العالم كله دلوقتي بيتكلم على تخفيض الرواتب خلال هذه الفترة، هل ده حل جيد من الحلول من وجهة نظرك لتفادي خسارة اقتصادية كبيرة جدا؟ حل ضمن الحلول انك يعني تقنع، تقدر تقنع يعني اللعيبة المدربين. على فكرة احنا عندنا تقارير يعني ان رونالدو وافق، كليني في اليوفي وافق، ايضا كذا لاعب من الكبار وافقوا. يعني الازمة مش على نادي بعينها، الازمة على كل العالم. فبالتالي انت عندك مشكلة، انت عندك مشكلة اقتصادية في بلد كاملة، في النادي، في النادي، في كل حاجة. انت كلعيب لابد انك تتحمل جزء من هذه المشكلة، وده الوضع الطبيعي. يعني ان النهاردة لما يبقى في مشكلة في بيت، كل الأسرة بتتحمل المشكلة دي، تمام، صغيرين أو كبار. يعني النهاردة لو مثلا الدخل 10,000 بتصرف على قد 10,000، لو الدخل 5 بتصرف على قد 5. فبالتالي اللعيب هو جزء من المنظومة، منظومة النادي، فلابد ان هو يتحمل برضه جزء من المعاناه اللي يعني اللي بتعنيها الانديه. النهارده ما فيش اي دخل للانديه باستثناء اللي فاتت قبل كده، ولكن انت كنادي ملتزم انك تدفع رواتب للاجهزه، تدفع رواتب للعيبه، تدفع رواتب للعمال، تدفع رواتب لحاجات كتيره جدا الموجوده عندك داخل النادي. انت مش تقفل النادي وتمشي وتسيبه كله وتسيب الناس تضرب في بعضها يعني، او تفكر كتير. فبالتالي انت كلعيب وانت الجزء الاكبر دخلا في المنظومه نفسها، يعني اللعيبه هم اكثر الاكثر رواتب يعني في الانديه، فبالتالي انت نوع من انواع المساهمه او المساعده. ايوه، برافو عليك. او الاحساس كمان، تمام، انك انت يبقى في يعني توافق انك انت يتخفض المرتب بتاعك. هي كلمه توافق دي، لان هو ده اللي انا كنت هسأله، ان يجب ان يكون هناك موافقه، لان حق اللاعب ان هو ياخد حق مهما حصل، ومحدش هيعترض. بالظبط، محدش هيعترض. انا بتكلم في العالم كله مش في مصر، لكن تفتكر ان احنا رايحين نتكلم. خد بالك، لان دي كمان مش مشكله. يعني النهارده ممكن نادي يبقى معهوش الامكانيات، فبالتالي انت خلاص هتاخد نفسك وتمشي، وليك حق عندنا تاخده فيما بعد. انما النهارده دي مشكله عامه في كل العالم، فبالتالي انت كلاعب لابد يجب من الحاله الانسانيه اللي انت موجود عليها، اللي انت يعني الحاله الانسانيه بتاعتك انت كلاعب، انك انت توافق ان هم يبقى في خفض للراتب. يعني في لعيبه ممكن تتنازل كمان عن الشهر نفسه، لعيبه اللي عندها الامكانيات. تتكلم كريستيانو رونالدو مش هتفر معايا يعني الشهر اللي شهر ونص وافق على التنازل على شهر ونص، خلاص هم واقفين. فبالتالي ياخد رقم كبير يعني، فكل واحد على قد حجمه، كل واحد على قد رقمه. بيكتب بوست على الانستغرام بياخد طبعا يعني مبلغ كبير يعني. اكيد موازي اللي احنا بنتكلم. اكيد، فكل لاعب اعتقد ان هو دي مسؤوليه يجب عليه ان هو يتدارك هذه المسؤوليه، او يدرك هذه المسؤوليه تجاه النادي بتاعه وتجاه بلده كده. عشان يمكن كان في مبادره من كابتن حسام بدري انه يتنازل عن 25% من الراتب بتاعه، كان ممكن يكونوا 50 يعني، بس يعني حلو كويس مش وحش. لا ده يعني مبادره جميله الحقيقه من كابتن حسام بدري ان هو يتنازل، والجهاز اللي معاه يتنازل 25%، لان خلاص ده وقت المساعده وده وقت التكاتف. طيب كابتن عادل، في اطار النادي الاهلي وافق